كده، احنا بس عشان نضمن ان الدقيق ما يكلكعش. بصوا قوامها قوام ايه؟ شوربه. بصوا قوام شوربه، مش الكشك بيكون عامل زي البشاميل التقيل، يعني بيتاكل بالمعلقه يا جماعه، اللي ما بيعرفش الكشك بيبقى تقيل بالظبط زي البشاميل التقيل. هنا مجرد احنا بس بنسوي الدقيق. اذا ابتدينا بشوربه فراخ، حطينا عليها الزبادي مع الدقيق وزودنا شويه ملح لان الشوربه مش مملحه قوي، وبس وبقت جاهزه انه نقدمها. جاهزين؟ هيا بنا. سريعه كمان، من الشربات السريعه جدا. تغلي غلوه واحده بس. يلا النهارده الاكل كله لايف، يعني حتى ما حضرتش اي حاجه اهو. هتتقل شويه لما تقعد، فما تخلوهاش تقيله على النار. بيرفكت. يلا نحط لها الاضافات اللي هتخليها شوربه كشك. ناخد البصل، حبيت الفكره، حبيت ازاي خدنا طبق تقليدي عندنا وحولناه بنفس النكهات لتطبيق تاني اللي هو الشوربه. دلوقتي ناخد كمان شويه من العيش، هحط شويه ونسيب الباقي في الطبق عشان الواحد، طبعا ده يتعمل على طول على السفره عشان الواحد يحط في طبقه ويبقى كرانشي ما يبقاش طري. طبعا انا نفسي احط حاجه خضراء بس الكشك ما بياخدش، صح؟ نكهاته كده، نكهاته بسيطه ومش عايزين نغيرها. ايه رايكم بالشوربه يا كنترول؟ جديده صح؟ يلا بينا، هاتوا نحط الكشك هنا. سفرتنا النهارده مختلفه، بسيطه ومختلفه.